متابعي قناة جذور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم إخواني؟ مسرور جدا بالعودة إليكم في الحلقة. إن شاء الله سوف نتعلم كيفية الاستفادة من البوردات أو من الدوائر الكهربائية الخاصة ببعض الأجهزة القديمة التي لم نعد بحاجة إليها أو التالفة أو التي نقتنيها من الخردة بأثمنة رخيصة جدا، حيث سوف نتعلم كيفية الاستفادة من هذه البوردات بدل رميها. كل ما عليكم هو أن تشاهدوا هذا الشرح، فابقوا معي. كما ترون إخواني، هذا نموذج لبعض البوردات أو الدوائر الإلكترونية التي قمت باستخراجها من بعض الأجهزة القديمة، سواء الأجهزة المعطلة أو الأجهزة التي لم أعد بحاجة إليها. فبدل أن أتخلص من هذه الأجهزة إخواني، فإنني أقوم بفتحها وأقوم باستخراج اللوحات الإلكترونية أو البوردات الموجودة بالداخل، حيث أن هذه البوردات أو هذه اللوحات الإلكترونية تتوفر على مئات المركبات الإلكترونية المهمة جدا التي قد تفيدك في صناعة الكثير من الأشياء المهمة جدا، والتي سوف نتعرف عليها إن شاء الله قريبا في قناتنا، حيث تجد أنها تتوفر مثلا على عشرات الترانزستورات والمكتفات والمقاومات إلى غير ذلك من المركبات المهمة جدا. بالمناسبة، مثل هذه البوردات التي ترونها أمامكم قمت بإزالتها من بعض المذياع أو من مذياع قديم قمت بفتحه. على العموم، دعونا نتعرف على بعض المركبات المهمة التي سوف نقوم باستئصالها. نجد مثلا بعض الأزرار المهمة جدا، لاحظوا معي، أو ما يسمى بالسويتش. لاحظوا معي، يمكنك إيجاد العشرات من الأزرار المهمة جدا في الأجهزة القديمة، يمكنك استئصالها بسهولة. سوف نتعرف معا كيفية إزالتها. حتى الشواحن القديمة فهي تحتوي بالداخل على مركبات مهمة جدا يمكنك الاستفادة منها بالطبع. وأيضا يمكنك إيجاد الترانزستورات بشتى أنواعها كما ترون. لاحظوا معي، عشرات الترانزستورات الموجودة على هذه البوردة مثلا، هذا ترانزستور وهذا ترانزستور آخر. أما بالنسبة للمكثفات فحدث ولا حرج، لاحظوا معي عشرات المكثفات الرائعة جدا، وبطبيعة الحال فهي تكون شغالة أو يمكنك فحصها لاحقا للتأكد إن كانت شغالة 100%. لاحظوا معي المكثفات بكل أنواعها، وكذلك المقاومات الكهربائية. لاحظوا معي مقاومات متنوعة، يمكنك عمل مجموعة كبيرة من المشاريع الرائعة بواسطتها، والتي كما ذكرت لكم سابقا سوف نتعرف عليها عما قريب في قناتنا. فعملية إزالة المركبات الإلكترونية لا تتطلب منك سوى كوية التلحيم. تقوم بتنظيف الرأس الخاص بها جيدا باستعمال أداة مناسبة. أنصحك بصنع هذه الأداة من خلال مشاهدة حلقة موجودة في صندوق الوصف. ثم كل ما عليك هو أن تقوم بتسخين المركبات وإزالتها هكذا مثلا. كما رأيتم قمت بإزالة المركب الأول بسهولة تامة. يمكنك إزالة ما شئت من المركبات، أي المركبات التي تحتاجها، بسهولة تامة. في الأخير، يجب عليك أن تقوم بعزل وفرز كل المركبات التي قمت بإزالتها من الأجهزة القديمة في علب خاصة. مثلا نقوم بوضع المقاومات في مكانها لوحدها، المكتفات لوحدها. على العموم، لاحظوا معي هذه العلبة إخواني، تتوفر على عشرات المركبات الإلكترونية التي تكلف عشرات الدولارات. لاحظوا معي، أقسم لكم أن هذه العلبة كل المركبات التي فيها قمت بإزالتها من الأجهزة القديمة، سواء التي أشتريها من الخردة أو الأجهزة التي لم أعد بحاجة إليها. أقوم بتفكيكها وإزالة هذه المركبات لتجميعها، لأنني سوف أحتاجها لاحقا في ابتكار أشياء رائعة جدا. بالنسبة للمكتفات فإن قيمتها تكون مكتوبة على ظهرها، الأمر الذي يسهل عليك العملية كثيرا. نفس الشيء بالنسبة للترانزستورات، فإن الرقم التسلسلي الخاص بها يكون مكتوب على ظهرها كما ترون، الأمر الذي يسهل عليك عملية فرزها. أما المقاومات فالمشكلة فيها أنها دائما ما تحتاج لأن تقوم بحساب قيمتها، إما باستعمال جهاز الميتيمتر بهذا الشكل حيث تظهر لك قيمتها الفعلية، أو يمكنك حسابها باستعمال تطبيقات الهاتف وكذلك برامج الحاسوب عن طريق مشاهدة الحلقة الموجودة في صندوق الوصف. إذن في الأخير إخواني، لا تنسوا كتابة جميع أسماء المركبات التي حصلتم عليها في ورقة بهذا الشكل، ولا تنسوا بعد ذلك إلصاق هذه الورقة خلف هذه العلبة كذا. إذن في المرة التي سوف تحتاجون فيها مثلا مكتفة بقيمة معينة، كل ما عليك هو أن تقوم بقراءة هذه الأرقام التي قمت بكتابتها لترى إن كنت تتوفر فعلا على هذا المركب، دون الحاجة إلى البحث في كل مرة في هذه الأكوام الكثيرة من المركبات.
إذا بعد مشاهدة هذه الحلقة أتمنى إخواني من الآن فصاعدا ألا تجدوا أي مشكلة في إيجاد المركبة الإلكترونية التي تحتاجونها، بل أكثر من ذلك من الآن فصاعدا لستم بحاجة أو مجبرين على شراء مركبة إلكترونية من على الإنترنت، بل هي متوفرة في كل مكان في الأجهزة القديمة أو الأجهزة المتوفرة في الخردة. يمكنك إزالة المئات منها كما ترون، ويمكنك توظيفها في ابتكار العديد من الأشياء الرائعة جدا والتي كما أخبرتكم سوف نراها على قناتنا.